على الجانب الاخر الداخليه اعتقد نفس الموضوع، 4 نقاط من مباراتين في هذه المباراه والمباراه الاخرى بالنسبه للاصول. ده طبعا ده حقيقي، يعني 4 نقاط طبعا للداخليه خلاص هيبقى يعني موجود في الدوري الممتاز. بس انا اقول في مشاكل طبعا في الداخليه في الفتره الاخيره. يعني احنا نبص للنواحي الدفاعيه، النواحي الدفاعيه في يعني كابتن علاء عال بيعاني منها بشكل كبير قوي. يعني احنا نبص للداخليه دخل فيها 40 جون بين هدف، يعني مع ان الكابتن علاء بيلعب بطريقه دفاعيه بشكل كبير قوي، بيعتمد على هجمه مردده. عشان كده في طبعا التمركز بتاع اللعيبه بيبقى فيه مشاكل في النواحي الدفاعيه، بيأثر كتير قوي اكيد في الماتشات اللي الحاسمه زي ما بيقولوا عليها، في الماتشات اللي يعني خلاص المباراه النهارده الخساره تبقى خلاص بعد خالص الداخليه من المنافسه بشكل كبير. عشان كده لا يبقى في كله فيه تركيز من النواحي الدفاعيه يعتمد عليها كابتن علاء عال. بيعتمد برضه في انه في نص الملعب ان هو يامن نص الملعب بشكل كبير، ان هو يحاول ان هو يمسك الاستحواذ في نص الملعب، ان هو يعتمد على الهجمه المردده. معايا رشيد احمد ده من دلوقتي يعني في الفتره الاولى ما كانش بيلعب، دلوقتي ابتدى يشتغل بشكل كويس قوي، يعتمد عليه بشكل ان هو نواحي هجوميه ومؤثر وعنده انطلاقات ونواحي وخطوره على المرمى. عشان كده هيحاول يستغل اي فرصه النهارده، بيلعب فرقه كبيره قوي فريد الاسماعيلي فرقه مميزه منظمه. يعني احنا في مباراه النادي الاهلي يعني في يعني شفنا شكل الاسماعيلي مختلف، النواحي الهجوميه عنده يعني قوه جامده جدا، بالذات مدبولي هو المحور لفريق الاسماعيلي. عشان كده اعتمد النهارده كان فجاه كان بكليتش على دكه الولايه، كان ممكن يلعب بكليتش ويلعب الان كمبادي ومحمود طلعت كان المباراه السابقه ويقفل وسط الميدان، اللي هو طبعا في 3 نقاط. لا طبعا هيحاول ايه يعتمد بقى زي ما قلت كده ان هو ايه في النواحي الهجوميه سمير فكري وعبد الرحمن البنوبي دول مؤثرين، يعني عندهم حلول لان هم يلعبوا تحت رشيد، ان هم ايه عندهم حته الانطلاقه بشكل كبير قوي. عشان ايه يا رشيد عنده السرعه، عنده الميزه في السرعات. اما حته نص الملعب لا يحاول يامن باثنين، وفي علي الزهدي ده عنده حته برضو ايه الحريه شويه ان هو مواد ايه يكمل تحت رشيد.